بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 51. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. بقي في كتاب الرضاع هذا الحديث، الحديث الذي بعده في الحضانة، فنقف على الباب الذي بعده وهو باب القصاص، لأن الوقت لا يتسع للدخول في باب القصاص، فنأخذ الحديثين في هذا الدرس، وبقية الوقت يكون في الإجابة على الأسئلة. هذا الحديث عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه، قال: تزوجت، يعني عقدت على امرأة، أم يحيى، عقدت على أم يحيى بنت أبي إيهاب، تزوجتها. فجاءت أمة سوداء، أمة يعني مملوكة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. فجاء عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويسأله. النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ولم يجبه، ثم إنه تنحى، ثم جاء مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مرة ثانية، لأنه في حاجة إلى السؤال، وصاحب الحاجة يلح حتى يحصل على حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية أجابه، فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فهذا الحديث فيه دليل على أن الرضاع يحرم، وأن الرجل أو والمرأة أو الرجلين أو رجل أو امرأتين إذا رضع من امرأة واحدة صارا أخوين، أن الرضيعين إذا رضع من امرأة واحدة صارا أخوين من الرضاعة، فلا يجوز التزاوج بينهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والله جل وعلا يقول في المحرمات: وأخواتكم من الرضاعة. فهذه صارت أختا لهذا الرجل، فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فدل على أنه إذا ثبتت الرضاعة بين الزوجين أنه يفرق بينهما، وأن ما مضى من عشرته لها ووطئه لها يعذر فيه بالشبهة، يعذر فيه بالشبهة، والأولاد له يلحقون به، يلحقون به لأنه وطئ بشبهة، فيلحق الأولاد به ويحفظ نسبهم. وفي الحديث دليل على أنه يقبل في الرضاع شهادة امرأة واحدة، يقبل شهادة امرأة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد شهادة هذه المرأة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه يقبل في الرضاعة امرأة واحدة إذا كانت ثقة. والجمهور على أنه لا يقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاعة،
لا بد من شاهدين أو عدة نساء، وحملوا تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الزوجين على أنه من باب الاحتياط واجتناب الشبهة لا أنه من باب التحريم. هذا جوابهم عن هذا الحديث، أنه من باب الاحتياط ودرء الشبهة. وأما عند الإمام أحمد فيرى أنه للتحريم، وأن الشهادة المرأة واحدة يكفي، لأن الرضاع من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء، لا يطلع عليها إلا النساء، وهي لم تقل إن فلانة أرضعتكما، وإنما تقول أنا أرضعتكم، فهي أقرت بأنها أرضعتهما، فيفرق بينهما. ودل على أن المرأة ولو كانت مملوكة تقبل شهادتها إذا كانت ثقة. نعم. أحسن الله إليك. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاحتملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: بنت أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. نعم. هذا الحديث في الحضانة، والحضانة هي تربية الصغير، تربية الصغير وحفظه عن ما يضره في دينه أو في بدنه أو في أخلاقه، فهي حق للمحظون، حق للمحظون لئلا يضيع. وهذا من محاسن الإسلام، أنه يعتني بالأطفال وحضانتهم. فما يفعله الكفار الآن من إقامة دور الحضانة ودور الرعاية وما يسمونه، هذا سبقهم إليه الإسلام ونظمه أحسن تنظيم. فهذا من محاسن الإسلام ولله الحمد، أنه يعتني بالمسلمين من سن الصغر ويحفظهم ويربيهم. فالحضانة حق للمحظون على أقاربه، ويقدم فيها الأم ثم أمهاتها ثم قريباتها ثم الأب ثم قريباته من النساء، النساء من جهة الأب، فهي يراعى فيها أن تكون في جانب النساء، لأن النساء أشفق على الطفل الصغير وألطف به من الرجل وأعرف بمصالحه وأصبر على تنظيفه وتعاهده وتنظيف ثيابه والعناية به، فالنساء أخص في هذا الجانب، فلذلك روعي فيها تقديم النساء على الرجال. ولكن للأسف اليوم النساء انشغلن بالأعمال والوظائف والدراسات، وتركنا أطفالهن، حتى أولادهن تتركه مع المربية أو مع الخديمة، أو يطرح في دور الحضانة وأمه موجودة لكنها مشغولة، فهي تركت عملها الصحيح وذهبت وراء الدنيا وطمع الدنيا. فهذا من الإهمال الذي سرى إلى المسلمين من عادات الغرب.
وهذا نقص عظيم في تربية الأولاد، أن يتولى تربيتهم أجنبيات أو دور حضانة والأم ليس لها هم إلا الخروج من البيت للأعمال والوظائف والدراسة والأسفار، فهذا من النقص الذي سرى في المسلمين من الكفار، فيجب التنبه لهذا الأمر العظيم وهذا المرفق الهام. ويجب على النساء أن يتقين الله وأن يراعين أولادهن ولا يكلنهم إلى غيرهن ممن قد ينحرف بأخلاقهم بل وبدينهم، فكم حصل بسبب ذلك من قضايا شنيعة، وجد أطفال يتربون على النصرانية لأن المربيات نصرانيات، أو يتربون على البوذية أو على أديان الكفر لأن هذه المربية تربيه على دينها، فهذا خطر عظيم. وإن لم يحصل هذا الخلل في الدين فيحصل في الأخلاق، قد يتربى على عدم النزاهة في عرضه لأنه ليس عنده من يشفق عليه ويحفظه، فهذا أمر خطير يجب التنبه له. حتى الإرضاع، الأم الآن ما ترضع، إنما يرضع من لبن الحيوانات، الأطفال الآن يرضعون من لبن الحيوانات، فتتربى أجسامهم على طبائع الحيوانات، والرضاع هذا من حق الطفل على أمه، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وإذا كانت الأم معذورة ليس فيها لبن أو مريضة فوالده يلتمس له مرضعة من النساء، ويلتمس المرضعة الصالحة، فلا يرضعه من مريضة أو من فيها أمراض معدية أو من حمقى، لأن أخلاقها تسري إليه، فيلتمس مرضعة صالحة. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، لكن يلتمس مرضعة صالحة، ما هو بأي مرضعة. فكيف إذا ترك النساء نهائياً وأرضعه من لبن الحيوانات؟ والأطباء اليوم ينادون بأعلى أصواتهم بأن لبن النساء أنفع للأطفال، ولا سيما لبن الأمهات أنفع للأطفال من لبن الحيوانات أو الأجنبيات، فهذا أمر يجب التنبه له. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما خرج من مكة عليه الصلاة والسلام عام عمرة القضية، لما انتهى من عمرة القضاء بعد عام الحديبية، خرج هو وأصحابه من مكة يقصدون المدينة، فلحقت بهم ابنة حمزة وكانت صغيرة، ابنة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، تقول يا عم يا عم، تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عمها من الرضاع كما سبق، الرسول عمها من الرضاع، رضع هو وحمزة، ورضع هو وعمه حمزة من ثويبة مولاة أبي لهب كما سبق، فهما أخوان من الرضاع، ولهذا تقول يا عم. فأخذها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ابن عمها، ودفعها إلى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وقال خذيها، هذا في الطريق، هذا في الطريق. فلما وصلوا إلى المدينة تخاصموا الثلاثة، علي وجعفر أخوه جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد يريد أن يأخذها عنده وأن يربيها، وهذا من تسابقهم على الخير وحرصهم على الخير، كل منهم يريد أن يأخذ هذه الطفلة ويحسن إليها ويربيها. فتخاصموا عند الرسول صلى الله عليه وسلم في حضانتها،
والرسول صلى الله عليه وسلم حكم بحضانتها لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، ولم يعطها لواحد من الثلاثة. ما دامت الخالة موجودة فهي بمنزلة الأم. فالخالة بمنزلة الأم من ناحية البر والصلة والحرص على الطفل على ابن أختها، فهي أشفق عليه، فلذلك دفعه النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها التي هي زوجة زيد بن حارثة، خالتها التي هي زوجة جعفر بن أبي طالب، دفعها إلى خالتها التي هي زوجة جعفر بن أبي طالب، وقال لها الخالة بمنزلة الأم. ثم فهذا دليل على أن النساء يقدمن في الحضانة على الرجال، لأنهن أشفق على الطفل وأعرف بمصالحه من الرجال، وأفرغ لتربيته. فهذا فيه دليل على أن النساء يقدمن على الرجال في الحضانة. وقال مطيبا لخواطر الثلاثة، وهذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، طيب خواطر الثلاثة، فقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك، بمعنى أنك أقرب الناس إلي، لأنه ابن عمه ولأنه زوج ابنته فاطمة، فهو من ألصق الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه. وفي واقعة أخرى قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فهذا فيه فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال لجعفر ابن أبي طالب أخي علي، قال له أشبهت خلقي وخلقي، قال لجعفر أشبهت خلقي خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أشبه ما يكون بالرسول صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي خلقه صلى الله عليه وسلم، فكان جعفر يشبه خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول في الرسول وإنك لعلى خلق عظيم، فجعفر يشبه خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا فخراً وشرفاً لجعفر رضي الله عنه. وقال لزيد بن حارثة، زيد بن حارثة أصله من بني كلب، قال له زيد بن حارثة الكلبي، ولكن اغتصبه الكفار من أهله واسترقوه في الجاهلية، أخذوه واسترقوه في الجاهلية على عادتهم، وآل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم، أعتق زيد بن حارثة. قبل أن يعتقه جاء قومه وقالوا يا رسول الله هذا منا وهذا جرى عليه كذا وكذا، يريدون أن يذهبوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فدعاه، فخيره بين أن يذهب مع قومه وأن يبقى مولا للرسول صلى الله عليه وسلم، مملوكا، أن يبقى مملوكا للرسول صلى الله عليه وسلم، فآثر أن يبقى مملوكا للرسول صلى الله عليه وسلم لما لمس من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الاستفادة منه والقرب منه، فآثر الرق على الحرية مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك طابت خواطر قومه ورجعوا، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فصار مولا للرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الله جل وعلا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق، وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه. فهذه قصة زيد بن حارثة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مولانا، يعني عتيقنا، ومولى القوم منهم كما قال صلى الله عليه وسلم، مولى القوم منهم وأخونا في الإسلام، في حين أن كل منهما أدلى عند الدعوة أدلى بحجته،
علي بن أبي طالب يقول هذه ابنة عمي وهي مع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وجعفر يقول ابنة عمي حمزة، وزيد بن حارثة يقول ابنة أخي. كيف زيد بن حارثة يقول ابنة أخي؟ هل حمزة أخ لزيد؟ لا، من النسب لا، لكنه أخ له بالمؤاخاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة آخى بين المهاجرين، فجعل حمزة آخى بين حمزة وبين زيد بن حارثة، فهذا معنى قوله بنت أخي يعني بالمؤاخاة. وخالتها تحتي، قال هي ابنة أخي وخالتها تحتي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم. فهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى فيه مشروعية الحضانة للطفل، مشروعية الحضانة للطفل وهي حق واجب له على أقاربه، وفيه أن الحضانة بعد الأم تكون للخالة، الحضانة بعد الأم تكون للخالة، وفيه أن الخالة بمنزلة الأم كما قال صلى الله عليه وسلم، فلها من الحق ومن الإكرام ومن الصلة ما للأم، لأنها شقيقتها وصنوها، فلها حق أكثر من غيرها من الأقارب. لكن يشكل على هذا أن هذه الخالة مع زوج وهو زيد، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة طلقها زوجها ويريد أن ينزع ابنها منها، فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي. فدل على أن المرأة إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، فكيف جعل لها الحضانة في هذا الحديث مع أنها متزوجة؟ مع أنها متزوجة. الجواب أن زوجها رضي، فإذا رضي الزوج، إذا رضي زوج المرأة بحضانة ولدها من غيره فإن الأم لا يسقط حقها، لأن المانع زال وهو حق الزوج. وهنا الزوج قد أذن بحضانتها، فلا تعارض بين الحديثين. ودل الحديث على مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأنه طيب خواطر الثلاثة، وهذا من مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ودل على فضل هؤلاء الثلاثة. ذكر صلى الله عليه وسلم شيئا من فضائلهم، فدل على مشروعية ذكر فضل الإنسان إذا كان في هذا تطييبا لخاطره ودفعا لما قد يقع في نفسه من الانكسار. فإن هؤلاء لما لم يحصلوا على مقصودهم وقع في قلبهم شيء من الانكسار، فالرسول أراد أن يزيل ذلك بتطييب خواطرهم. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الصحيح في شهادة المرأة الواحدة؟ هل تقبل في الرضاعة فقط أم لا تقبل مطلقا أم تقبل مطلقا؟ تقبل في الرضاعة، وتقبل في تقبل شهادة القابلة أيضا، تقبل شهادة القابلة على أن فلانة ولدت هذا الطفل بحضرتها، تقبل شهادتها في الرضاع، وتقبل شهادتها في الولادة، وتقبل شهادتها في العيوب التي تحت الثياب. إذا حصل خصومة وادعى الزوج أن فيها عيوبا في جسمها، فإنه يؤتى بامرأة تكشف عليها، تقبل شهادتها في ذلك. كما أن الفقهاء ذكروا أنها تقبل شهادتها في رؤية هلال رمضان، إذا أخبرت أنها رأت الهلال تقبل شهادتها
كما تقبل شهادة الرجل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تصح الرضاعة بدون سبب الجوع بل لأجل أن يكون محرماً للمرأة؟ هذا سبق الكلام عنه، أن الرضاعة إنما تكون من المجاعة كما في الحديث: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. فالرضاعة إنما تكون للتغذية بدل الطعام، فإذا أكل الطعام استغنى عن الرضاعة، فلو أرضع لم يكن للرضاعة أثر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا رضعت من امرأة، هل جميع زوجاتي صاحب اللبن يحرمن علي؟ بلا شك يحرمن عليك، لأنهن زوجات أبيك من الرضاعة، زوجات أبيك من الرضاعة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكما تحرم زوجات أبيك من النسب كذلك زوجاته من الرضاعة. نعم. وكذلك إخوته أولادهن، يكون أولادهن إخوة لك من الرضاعة، ولو أن الذي أرضعتك واحدة من النساء، فأولاد بقية النساء إخوة لك من قبل الأب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الأحق بالحضانة الأب إذا كان صاحب ديانة وشريعة، أو الأم إذا لم تتزوج بعد الطلاق لكنها ذات ضرر على الطفل من ناحية الأدب والدين والتربية؟ الفقهاء ذكروا هذا، قالوا: لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، لا من الرجال ولا من النساء، من لا يصونه ويصلحه ويربيه على الخير لا يقر بيده. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل فارق امرأته وله منها طفل، فعلى من تكون النفقة؟ وإذا كانت عليه فهل يجوز؟ رجل إيش؟ فارق امرأته. نعم. وله منها طفل، فعلى من تكون النفقة؟ فإذا كانت النفقة على الرجل، فهل يجوز له أن يترك واجبه ويذهب لطلب العلم؟ نفقة الولد على والده، سواء كانت أمه مع أبيها أو مطلقة أو ميتة، نفقة الأولاد على أبيهم حتى يكبروا ويستغنوا، نفقتهم على أبيهم. نعم. أحسن الله إليك. ولا يسقط كونه يروح يطلب العلم ويترك الحق الذي عليه، لا يجوز له، لازم يقوم بهذا الحق الذي عليه، يؤمن له النفقة ويروح، أو يوكل من ينفق عليه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا شك في عدد الرضاعات، هل هن خمس أو أقل، فما الحكم؟ الأصل عدم التحريم حتى يثبت الخمس، لكن يتجنب من باب الاحتياط، أما التحريم فلا يثبت إلا بالخمس، خمس مصات، وما دونها هذا يوجد الشك والريبة، فيترك من باب الاحتياط. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ولذلك الرسول لما حكم بالولد لعبد بن زمعة نظراً للفراش كما سبق، قال: احتجبي منه يا سودة، نظراً للشبه، لأن فيه شبه بعتبة بن أبي وقاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش وعمل بالاحتياط من ناحية الشبه، فتجنب المشتبه هذا مطلوب شرعاً. قال صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فما كان دون الخمس يثبت الشبهة ويوجد الريبة فيتجنب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل للمرأة المطلقة التي حضنت أطفالها أجر على الحضانة؟ ما في شك أن لها أجر، لأنها أدت الواجب عليها، ومن أدى الواجب عليه فإنه يثاب. قال: فإن الفقهاء أو الأصوليون يقول: الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فإذا قامت بالواجب عليها
فلها الأجر في هذا. نعم. أحسن الله لك. يقول السائل: هل منادات بنت حمزة دليل على أن الكبير يقدر ويقال له احتراماً يا عم كما يفعله بعض الناس؟ لا، هو عم حقيقي، لأنه عمها من الرضاع. الرسول صلى الله عليه وسلم عمها من الرضاع، تقول يا عم يعني من الرضاع. وأما قول الناس يا عم من باب التقدير، أو يا والد، أو يا أخ، هذا شيء طيب، هذه ألفاظ طيبة من باب التقدير والاحترام. نعم. يقول أيضاً: وهل صحيح أنه لا عم إلا عم النسب؟ هي نعم، هذا ما يحتاج سؤال. العم ولا يكون إلا من النسب أو من الرضاع، يكون من النسب أو من الرضاع كما سبق. أما العم في القدر والإجلال هذا شيء آخر، ما إنما هم باب التقدير لا من باب أنه في النسب أو رضاع. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل إذا ثبتت الرضاعة بين الزوجين فيفرق بينهما؟ هل إذا ثبتت الرضاعة بين الزوجين فيفرق بينهما بأن الزوج يطلق الزوجة، أم يكون فسخ دون لفظة الطلاق؟ ما يحتاج طلاق ولا فسخ، ما هو طلاق ولا فسخ، أصلاً العقد ما هو صحيح، فيفرق بينهما لأن ما في عقد أصلاً. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كان الولد قد بلغ سن التمييز، فهل له الخيار في من تكون له الحضانة؟ نعم، ذكر الفقهاء، ورد في حديث أن إذا بلغ المحظون 7 سنين، فإن كان ذكرا مميزا عاقلا فإنه يخير بين أبويه، فإنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خير طفلا بين أبويه. أما إن كان أنثى فإنها تكون عند أبيها، يستلمها أبوها من أجل أن يحفظها ويصونها ويزوجها، تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، لأن الأب أحفظ لها وأهيب لها. نعم. لكن لا يمنعها من زيارة أمها، لا يمنعها من ذلك. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: في قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هل في هذا الحديث دليل على التوارث بالرضاع؟ ما قال بهذا أحد يا أخي، يحرم التحريم فقط، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من ناحية المحرمية وتحريم الزواج وإباحة الخلوة، هذا اللي يترتب على الرضاع. أما الإرث وأما النفقة وأما الصلة فهذه إنما تكون بالنسب فقط. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يشترط في الخمس رضعات أن تكن مشبعات؟ لا، لأن الحديث فيه مصة: لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي رواية الإملاجة ولا الإملاء، والإملاجة هي المصة. فإذا مص اللبن وتركه ثم عاد إليه فهذه هي المصات حتى يكمل 5. إذا مص لبنا وابتلعه ثم تركه ثم عاد إليه ثانية، هذه ثانية، إلى أن يكمل 5 مصات، هذا الذي جاء في الحديث. أما اللي يقول لازم شبعه، هذا ما عليه دليل، إنما هو قول رآه بفكره ورأيه. الحديث فيه نص على المصة والإملاجة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هو القول الراجح في مسألة رضاع الكبير إذا احتج إليه، هل يعتد به أم لا؟ كأنكم تعلقين برضاع الكبير هذا، نحن بينا هذا كم مرة، قلنا لا، ما يجوز هذا ولا يثبت التحريم. هذا أجمع العلماء على أنه ما يثبت التحريم، والذي حصل لسالم مولى أبي حذيفة قضية عين لا عموم لها، بدليل أن الصحابة لم يعملوا بها، إنما عمل بها عدد قليل كعائشة، وهذا قول شاذ لا يخالف الإجماع أو لا يؤثر على الإجماع، فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل إذا ثبتت الرضاعة، نعم، يقول: هل إذا ثبتت الرضاعة بأن الزوج والزوجة قد تراضعا من امرأة واحدة، هل إيش؟ هل إذا ثبتت
الرضاعة، نعم، بأن الزوج والزوجة قد تراضعا من امرأة واحدة وفرق بينهما، فهل يكون للمرأة عدة أم لا؟ نعم، تستبرأ رحمها لئلا تكون حاملا، فيفرق بينهما وتعتد المرأة، فإذا أكملت العدة تتزوج لئلا يكون رحمها مشغولا بحمل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كان للطفل خالة وجدة، فمن الأولى بالحضانة؟ الجدة، لأن الجدة أم، إنما الخالة بمنزلة الأم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم، أما الجدة فهي أم وإن علت. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: امرأة طلقها زوجها وعليها طفلان. أحسن الله إليك. لها، لو قال ولها طفلان أحسن من عليها. نعم. أحسن الله إليك. امرأة طلقها زوجها ولها طفلان، نعم، وبيت أهلها يوجد فيه المنكرات مما يضر الأطفال في أخلاقهم ودينهم، هل للزوج أخذ الأطفال في حضانته؟ بلا شك أنه إذا كان البيت اللي فيه الأم لا يصلح للأطفال، عليهم خطر من البقاء فيه في أخلاقهم ودينهم، فيجب على الأب أن ينقذ أطفاله وأن يأخذهم ويتركهم عند إحدى قريباته تربيهم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز ترك الخادمة في البيت مع الزوج والأطفال إذا كان الخروج لحاجة؟ لا يجوز، هذه خلوة، قد قال صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ولا يزيل الخلوة الأطفال، ما يزيلها إلا البالغ من الرجال أو النساء، أما الأطفال فلا يزيلون الخلوة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وبين أن أفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه؟ هذه قلنا أن الفضيلة الخاصة ما تقضي على الفضيلة العامة، فأبو بكر عنده فضائل أكثر مما عند علي، علي أفضل من أبي بكر من هذه الناحية فقط، لكن أبو بكر أفضل منه من نواح كثيرة، والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة، هذه قاعدة. مثل من يأتي في آخر الزمان ويتمسك بالدين يكون له أجر 50 من الصحابة، هل معنى هذا أنه يكون أفضل من الصحابة؟ لا، لكنه أفضل منهم في هذه المسألة فقط، وهي صبره على التمسك بالدين مع الغربة، فهو أفضل من الصحابة في هذه المسألة، لكن الصحابة أفضل منه في مسائل كثيرة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما معنى إعراض الرسول صلى الله عليه وسلم وتنحيه عن السائل؟ لأن السائل يريد أن يفتيه ببقائها معه، يسأل الرسول: هل تبقى معه؟ الرسول أعرض عنه، فمعنى هذا أنه ما يبقى معها، أنه لا يبقى معها. نعم. أحسن الله إليك. فكان إعراضه بمنزلة الفتوى، لأنه لو كانت تحل له لقال لا بأس، فكونه أعرض عنه هذا بمنزلة الفتوى، وهي أبلغ من القول، الفتوى بالفعل أبلغ من القول. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يعتبر ذكر فضائل هؤلاء الثلاثة معارضاً للنهي عن مدح الرجل في وجهه؟ هذا ما هو من باب المدح الابتداء، هذا له سبب، إذا كان المدح له سبب من جبر خاطره فلا بأس بذلك، أما المدح اللي معناه التزكية ومعناه الإعجاب هذا لا يجوز، لكن إذا كان المدح له سبب فهذا لا بأس. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في شرحكم على كتاب مسائل الجاهلية عند شرح المسألة الأولى قلتم إن الله لا يقبل العمل الذي فيه بدعة كما يقبل العمل الذي فيه شرك
وهذا خطأ مطبعي، فنرجو من فضيلتكم تنبيه المطبعة التي نشر. ما هو خطأ مطبعي، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة مردودة لا تقبل، مثل العمل اللي فيه شرك. العمل لا يقبل لأحد أمرين، إما لأن فيه الشرك، وإما لأنه بدعة لم يشرع، ليس له أصل في الشرع فهو مردود. فالخطأ عندك أنت، ما هو الخطأ في الطبع. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: في كتابكم المبارك الملخص الفقهي في باب وليمة العرس، ذكرتم أن إجابة الدعوة تجب بشروط منها أن تكون الدعوة خاصة. أما إذا دعا الجفلة وقف بالمسجد ولا وقف المجلس وقال تفضلوا، ما يجب عليهم كلهم يروحون، لأن هذه دعوة عامة، يكفي أن يجيبه بعضهم. أما لو قال يا فلان لازم تجي نص عليه، فإنه يجب عليه أن يأتي. يقول السائل: في بطاقات الزواج يكتب عبارة فلان. يقول تكملة للسؤال، يقول: ففي بطاقات الزواج يكتب عبارة فلان وعائلته المحترمة، فهل يجب على العائلة من نساء وأولاد الحضور لتخصيصهم بالذكر؟ لا، هذا عام، هذه دعوة عامة، عائلته عامة، فلا يجب عليهم كلهم الحضور، لكن إذا حضر بعضهم كفى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تغسيل الأم لطفلها وتنجيته ينقض وضوءها؟ إذا مست فرجه مباشرة فإنه ينتقض وضوءه، إذا مست ذكره أو دبره مباشرة من دون حائل فإن هذا ينقض الوضوء. نعم. أحسن الله إليك. أما إذا كان هذا من وراء حائل، لبست قفازين أو لفت على يدها خرقة، هذا لا ينقض الوضوء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل حديث شهادة المرأة بالرضاع، هل هذا يعني أن الأمور التي لا يمكن غالباً أن يشهدها مثلاً إلا الصغار أو النساء أنها تقبل ولو كانت من واحد؟ ذكر الصغار مع النساء غير صحيح، الصغار ما يقبلون لأنه ما غير مكلفين، أما المرأة فهي مكلفة، فتقبل شهادتها فيما لا يطلع عليه غيرها، تقبل شهادتها فيما لا يطلع عليه غيرها، لأنها مكلفة وعاقلة. أما الصبي لا تقبل شهادته لأنه غير مكلف. لكن ذكر ابن القيم أن شهادة الصبيان تثبت قرينة، إذا حصل بينهم هوشة، الصبيان حصل بينهم هوشة وطقوا واحد أو شجوه فشهدوا، ابن القيم يقول تقبل شهادتهم من باب القرينة لا من باب الحكم بها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أيهم أحق بحضانة الطفل إذا وجد، الجدة من الأب أو الأم والخالة والعمة؟ الجدة من الأم أولى من الجدة من الأب، لأن المقدم الأم ثم أمهاتها، الأم ثم أمهاتها على أمهات الأب. لكن الشيخ تقي الدين يقول لا، يقول الأولى الأم ثم من بعدها الجدة من قبل الأب، لأنها أقرب إلى الميت من أقرب إلى الطفل من الجدة من قبل الأم وأشفق عليه. فشيخ الإسلام يقدم نساء الأب على نساء الأم، بينما المذهب العكس، يقدم نساء الأم على نساء الأب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كانت حضانة الطفل لدى أمه المطلقة، إذا كانت إيش؟ حضانة الطفل لدى أمه المطلقة، فهل يكون الطفل لدى أمه طوال اليوم أم للأب نصيب من ذلك اليوم؟ ذكر الفقهاء أنه يكون عند الأم، يكون عند الأم بالليل عند بالمبيت، ويكون عند الأب في النهار من أجل أن يربيه ويدرسه ويلازمه، فيكون عند الأب في النهار
وعند الأم في الليل في المبيت. نعم. أحسن الله إليك. يقول أيضا إذا كان الأب يعمل في بلد آخر هل تكون الحضانة له؟ هذا ذكر الفقهاء. إذا نوى أحدهما إلى سفرا إلى بلد آخر للإقامة فإنها تنتقل للأب. إذا كان اللي بيسافر الأب ينتقل معه الطفل، وإذا كان اللي بيقيم الأب والأم تسافر تكون للأب لأنه أحرص عليه وأصلا له من المرأة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل إذا طلق الزوج زوجته ومعهم أولاد وبنت فأراد الزوج أن تتربى البنت مع أمها فهل له ذلك؟ إذا كانت أمها ثقة غير مزوجة فلا بأس. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل هل زوجة الابن محرم؟ إيه نعم، محرم لأبيه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابه، فزوجة الابن محرم لأبي الزوج. نعم. أحسن الله إليك. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، فهو محرم لها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل إذا ثبت هناك رضاع بين الزوجين وهناك حمل، إذا ثبت هناك رضاع بين الزوجين وهناك حمل عمره شهران فهل يسقط الحمل أم يترك؟ فهل يسقط الحمل أم يترك؟ وش ذنبه يسقط؟ لا يترك، يجب تركه، وهو لأبيه، هو لأبيه، يلحق بأبيه فيترك، وإذا ولدت ترضعه وتربيه وهو لأبيه يلحق بأبيه، وش ذنبه يسقط؟ نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل أنا عندي محل عليه ديون فهل تجب الزكاة على المحل؟ تجب الزكاة في المال اللي عندك حال عليه الحول. إذا حال الحول وعندك مال من نقود أو عروض تجارة فإنك تزكيه ولو كان عليك ديون، تزكي ما عندك وما تملكه وما هو ملكك، حتى الديون اللي لك على الناس تزكيها لأنها ملكك. فإذا حال الحول تزكي كل ما تملك من الأموال الزكوية. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل إذا اشترى شخص ذهبا أثناء الحول هل يضاف إلى الذهب السابق؟ إذا اشترى الشخص ذهبا أثناء الحول هل يضاف إلى الذهب السابق ويشترك معه في النصاب؟ إذا كان الذهب السابق لا يبلغ النصاب ثم شريت ذهب وصار يبلغ النصاب بضمه إليه يبدأ الحول من تمام النصاب، يبدأ الحول من تمام النصاب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل إذا وصل الإمام إلى التشهد الأخير فهل يجب على المسبوق أن يكتفي بالصلاة الإبراهيمية أم عليه أن يكمل التشهد مع التعوذ من الأشياء الأربعة؟ الفقهاء يقولون يكرر التشهد الأول، ولكن الصحيح أنه يستمر ويكمل إلى الأخير، له الصحيح لأنه لا دليل على أنه يبقى على التشهد الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيتابع الإمام، هذا من باب المتابعة، ما هو على أنه تشهد أخير في حقه، وإنما هو من باب المتابعة تحصيل الأجر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل هل الصفوف في صلاة الجنازة كهيئة الصفوف في صلاة الفريضة أم تكثر حتى لو لم تكتمل الصفوف الأول؟ نعم، الصفوف على الجنازة ينبغي تكثيرها، أن تكون أكثر من صف ولو لم يتكامل الصف، تعدد الصفوف أفضل من صف واحد طويل، فتعدد الصفوف أفضل، هذا في صلاة الجنازة. أما في غيرها فلا بد من تكميل الصفوف ولا يبدأ صف حتى يتكامل الصف الذي قبله. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل إذا أراد الإنسان أن يحج متمتعاً فجاء في أشهر الحج فاعتمر فهل يجوز له أن يخرج خارج مكة
ثم يعود في اليوم الثامن لإكمال الحج؟ ما في بأس، إذا أدى العمرة فإما أن يبقى في مكة وإما أن يرجع، حتى يرجع إلى بلده إذا أراد، ما يخالف. لكن اختلف العلماء إذا رجع، إذا سافر بين الحج والعمرة، سفر قصر، هل يسقط عنه دم التمتع أو يكون متمتعاً؟ صحيح أنه ما يسقط عنه دم التمتع ولو سافر، لو سافر فهو متمتع ولا ينقطع تمتعه بالسفر للعموم. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل من استراليا يقول: ما حكم لحم الغنم والبقر الذي نشتريه هنا من الأسواق في استراليا، وكيف نعرف أنه حلال أم حرام؟ وهل يكفي أن نجد كلمة حلال على جدار المحل، أم أننا نستطيع الشراء من أي محل هنا في استراليا؟ الذي في بلاد المسلمين يأكل من اللحم الذي يجلب في أسواق المسلمين، لأن الأصل فيه الإباحة. أما الذي في بلاد الكفار فإذا كان المسلمون، إذا كان المسلمون لهم سوق خاص وتباع فيه اللحوم فهو يشري منه ويأكل، لأن الأصل فيه الإباحة. اللي يجلب في سوق المسلمين الأصل فيه الإباحة. والذي أعرفه أن الجاليات هناك تقيم لها مسالخ خاصة تذبح فيها وتبيع في أسواقها، فإذا كان فيه جاليات من هذا النوع لها مسالخ خاصة فيأكل من ما يذبح فيها مع المسلمين. نعم. أحسن الله إليك. تقول السائلة من فرنسا: والدي يرفضان التزامي بالمنهج السلفي، وأمي أخذت تقول والدي يرفضان التزامي بالمنهج السلفي، وأمي أخذت مني كل كتبي وجلبابي وقالت: إن لم ترضي فما عليك إلا أن تخرجي من البيت، فأنا مجبرة على ارتداء ملابس الكفار، فماذا علي فعله؟ أولاً، السلفية الصحيحة هذه لا بد منها، أما السلفية اللي يدعيها بعض الناس وهو ما يعرف السلفية وقد ينسب إلى السلف أشياء ما هم منها بريئون، فالسلفية الآن صار فيها تردد، لأن بعض المنتسبين إليها ينسبون إليها ما ليس منها للتشدد والزيادة والجهل، يقولون هذا مذهب السلف. أما السلفية الصحيحة المنضبطة فهذه هي المنهج الصحيح في كل مكان. لكن إذا أكرهوك على اللباس فأنت مكرهة، وإذا قدرت على الزواج ومفارقتهم فعليك بالمبادرة بالزواج مع زوج صالح وتفارقين هذا البيت. أما إذا لم يتيسر زواج وليس لك مكان غير بيت والديك فأنت مكرهة في هذه الحالة، عليك بستر العورة وما تلبسين من الملابس اللي تكون يعني ساترة للعورة لكنها غير ضافية على الجسم، فأنت معذورة فيها إلى حين يسر الله الفرج. نعم. تتميما للجواب السابق أقول السلفية الآن صاروا ينسبون لها ما ليس منها وهي بريئة منه، مثل تكفير الناس من غير ضوابط ويقولون هذا مذهب السلف، وتبديع الناس من غير ضوابط يقولون، يعني كل من خالفهم على فكرهم فإنهم يكفرونه أو يبدعونه وينسبون هذا إلى السلف، والسلف بريئون من هذا، بل إنهم يقتلون الناس ويحملون السلاح ويفجرون ويقولون هذا مذهب السلف، هذا كذب على السلف ومذهب أهل السنة يقولون، وهن أهل السنة ويذبحون الناس ويغدرون ويقتلون الأبرياء ويقولون هذا مذهب أهل السنة، هذا من الكذب وهذا من تشويه مذهب أهل السنة. فصار الآن ينتسب إلى مذهب السلف من ليسوا على مذهب السلف، إما من باب تشويه مذهب السلف وإما من باب الجهل، من باب الجهل ولم يتعمدوا لكن يجهلون مذهب السلف، فصاروا ينسبون إليه ما ليس منه. واللي ينتسب إلى مذهب السلف لازم يدرس مذهب السلف على أهل العلم،
ما يدرس مذهب السلف المنتسب على الجهال أو على المتعالمين، وإنما يأخذه عن العلماء، عن العلماء المعتبرين. يؤخذ مذهب السلف عن العلماء، حتى ما يؤخذ عن الكتب، أو تشري كتب وتقرأ فيها وتقول أنا أخذ مذهب السلف من الكتب، لا، ما تفهم، تأخذ من الكتب ولا تفهم. فلا بد أن مذهب السلف يتلقى عن العلماء المعتبرين الذين يعرفون مذهب السلف. والله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، قال بإحسان ولم يقل اتبعوهم فقط، اتبعوهم بإحسان يعني عن إتقان ومعرفة لمذهب السلف، وهذا يحتاج إلى تعلم وفهم. هم كل من انتسب إلى مذهب السلف قال هذا سلفي، ويفعل ما يشاء ويذبح ويقتل ويكفر ويقول هذا مذهب السلف. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تصح إمامة رجل يشرب الشمة والدخان سراً لا يعلم الذين يصلون خلفه؟ إذا لم يعلموا فهم معذورون، وإذا علموا فإنهم لا يتركون أن يصليهم، وفيهم من هم أحسن منه، يقدمون الأحسن فالأحسن، الأمثل فالأمثل. أما إذا لم يعلموا فلا يؤاخذون على ذلك. نعم. أحسن الله إليك. يقول: يوجد سيارتين إكسنت خضراء. سيارتان. أحسن الله. يوجد سيارتان. إحنا لما أهملنا اللغة من يبي يقوم باللغة؟ طلبة العلم يهملونها ويقومون بها العوام. نعم. أحسن الله إليك. يقول: يوجد سيارتان. نعم. إكسنت خضراء وكوريلا أغلقتا الطريق. أي نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل إزالة الأذى من الطريق من خصال الإيمان، فالذي يوقف سيارة في الطريق هذا من خصال النفاق والعياذ بالله. فعليكم، أنا قلت لكم كم مرة، لا تضايقون الناس، لا تسدون أبواب الناس، لا تقفون بالطرق. نعم. فأصحاب السيارتين عليهم المبادرة بإزالتهما عن الطريق. نعم، مع الاستغفار. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم قول الله لا يشغلنا إلا بطاعته؟ هذا طيب. نعم، تبيه يشغلك جل بمعصيته، هذا طيب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما صحة هذا الدعاء الذي ينسب للصحابي أبي معلى؟ يقول: ما صحة هذا الدعاء الذي ينسب للصحابي أبي معلى؟ معلى هنا معلى. وهل هذا الدعاء صحيح؟ ما هو الدعاء؟ يقول: أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا مغيث أغثني. هذا الظاهر القصة اللي جاه السراق يريدون قتله وأخذ دابته، فقال: دعوني أصلي. فدعوه يصلي ركعتين، فرفع يده ودعا بهذا الدعاء، فجاء ملك من الملائكة فقتل السراق وخلص الرجل منهم. هذا أظنه ذكره فيما أظن ابن القيم ذكره في بعض كتبه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: طلب مني أحد الإخوان أن أصلي معه صلاة العصر. نعم. بعد أن فاتت لكي يدرك فضل الجماعة. نعم. يقول: بعد أن فاتت لكي يدرك فضل الجماعة. أعد السؤال من أول. سم. أحسن الله إليك. يقول: طلب مني أحد الإخوان أن أصلي معه صلاة العصر. أي نعم. بعد أن فاتت. أي نعم. لكي يدرك فضل الجماعة، هل يسوغ لي ذلك مع أن الوقت بالنسبة لي وقت نهي؟ لا بأس بذلك. قد دخل رجل المسجد بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فهذا طيب أنك تقوم وتصلي معه في أي وقت ولو بعد العصر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل صحيح أن المسجد الحرام يطلق على كل مكة المكرمة؟ يطلق على، ما هو بس على مكة المكرمة، يطلق على كل ما هو داخل الأميال كله يسمى المسجد الحرام. نعم، هذا هو الصحيح.
نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا أخرج المسلم كفارة اليمين، يقول إذا أخرج المسلم كفارة اليمين رز وزيت ودجاج من غير أن يطبخها إلى 10 مساكين، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا طيب، سواء طبخها أو أخرجها غير مطبوخة، هذا طيب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: بل يمكن أن غير المطبوخ أنفع للفقراء، يمكن عندهم طعام، وإذا جاءهم طعام ثاني مش يسوون، لكن لجاهم يعني شيء غير مطبوخ يمكن يخزنونه للبكرة ولا بعد بكرة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل خروج المذي ينقض الوضوء ويبطل الصيام؟ أما الوضوء نعم يبطل الوضوء، كل خارج من السبيلين يبطل الوضوء، وأما الصيام فلا يبطله، لا يبطله إلا خروج المني بشهوة، خروج المني بشهوة يبطل الصيام، أما خروج المذي فقط هذا لا يبطل الصيام. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أيهما يقدم في الأفضل، صيام 3 أيام أم صيام الاثنين والخميس؟ كلاهما، إذا صمت الجميع، صمت الاثنين والخميس من كل أسبوع، وصمت أيام البيض من كل شهر، فهذا أفضل. أما إذا اقتصرت على صيام 3 أيام من كل شهر أو صيام الاثنين والخميس حصلت لك فضيلة واحدة، لكن إذا جمعت بينهما حصل لك فضيلة هذا وفضيلة هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم السكتة بعد الفاتحة؟ يعني بمقدار رجوع نفسه هذا مشروع، أما تطويل السكتة فهذا إنما فعله بعض العلماء من باب الاستحسان ليمكنوا للمأموم أن يقرأ الفاتحة، لكن لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عنه إلا سكتتان، سكتة بعد تكبيرة الإحرام حتى يأتي بالاستفتاح، وسكتة بعد ما يفرغ من القراءة قبل الركوع، هذا الذي ثبت عنه. وأما السكتة الثالثة التي بعد الفاتحة زيادة على استرجاع النفس فهذه لم يثبت بها دليل. نعم. أحسن الله إليك. يقول أيضا: ما حكم اتخاذ الرجل امرأة سترة؟ ما حكم اتخاذ الرجل امرأة سترة في النافلة والفريضة؟ امرأة سترة؟ نعم. يجوز يجعل شخص أمامه يصلي وراه، يصير الشخص يعني مستقبل القبلة وهذا يصلي وراه، يكون سترة ما في مانع، أما استقبال وجهه لا، يكره هذا، يكره أن يصلي مستقبلا وجه رجل أو امرأة، أما إذا كان أنه إلى ظهره فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليك. هذا سؤال في الفرائض، يقول: هل يمكن أن يكون الأب والجد من أهل الفروض والتعصيب في نفس الوقت؟ نعم، يكون من أهل الفروض ومن التعصيب، إذا لم تستغرق الفروض الأب والجد يأخذان فرضهما، فإذا بقي بعد الفروض شيء يأخذانه بالتعصيب، فيجمع بين الفرض والتعصيب. نعم. أحسن الله إليك. يقول مثلا لو كان هناك أب وبنت أو جد وبنت، فالبنت تأخذ النصف فرضا، ويأخذ الأب أو الجد السدس فرضا، وما بقي بعد النصف والسدس وهو مقدار الثلث يرجع إليه تعصيبا، فيجمع بين الفرض والتعصيب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: في بعض حفلات الأعراس يقوم الرجال بعمل العرضة والضرب بالدف، فهل هذا من المنكر الذي يلزم من حضر أن ينكره أو يغادر الحفل؟ نعم، هذا ما ورد، إنما الذي ورد أن الرسول أذن للنساء خاصة بضرب الدف في محيط النساء ولا تظهر أصواتهم بل فيما بينهن، هذا الذي أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الرجال فلم يرد أنهم يضربون دف في الزواج، هذا ما ورد. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: يذكر الفقهاء أن ما ثبت في النفل
ثبت في الفرض إلا بدليل يخالفه، وأحياناً يعكسون هذه القاعدة، فأرجو بيان ذلك. صحيح أنه ما كل ما ثبت في النفل يثبت في الفرض. النفل يجوز تصلي على الراحلة أينما توجهت بك في السفر، بينما الفرض لا يجوز إلا باستقبال القبلة. النفل يجوز أن تصلي قاعداً من غير عذر، الفرض لا يجوز أن تصلي قاعداً من غير عذر. فيه فرق بين هذا وهذا. نعم، في فروق. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل من ليبيا: نهج بعض الدعاة منهجاً مبتدعاً فيما يسمى بالتقارب بين الأديان بحجة أننا جميعاً أهل كتاب، فهل هذا من الموالاة؟ هذا من الكفر، ما هو بس من الموالاة، هذا كفر. إذا صححت مذهب اليهود ومذهب النصارى وقلت أنه دين صحيح، هذا كفر بالله والعياذ بالله، لأن الله حكم بكفر اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يتبعوه. وكل من لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم من يهودي أو نصراني أو وثني أو أي مخلوق أو جن أو إنس فإنه كافر وهو في النار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. كيف يكونون مؤمنين وهم يقولون الله ثالث ثلاثة؟ هل هؤلاء مؤمنون يقولون الله ثالث ثلاثة ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويجحدون رسالته ونقول هؤلاء مؤمنون؟ اليهود يجحدون رسالة المسيح عليه السلام ويقولون أنه ولد بغي، ويجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونقول هؤلاء مؤمنون؟ من اللي قال هذا؟ فليس فيه دين صحيح إلا دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وما عداه فإنه إما دين باطل وإما دين منسوخ منتهن العمل به. نعم، أحسن الله إليك. تقول السائلة: تقدم لها خطاب وأمها ترفضهم حتى تقدم رجل. نعم، تقول تقدم لها خطاب. نعم، وأمها ترفضهم. نعم، حتى تقدم رجل يتعاطى الجات ويدخن الشيشة ومتهاون في صلاة الجماعة، مرة يصليها في البيت ومرة في المسجد، وتقول: ماذا أفعل؟ لا أريد هذا الرجل ولا أريد إغضاب والدتي. والدتك ليست ولية لك، المرأة ليس لها ولاية، الولاية للأب أو لأقرب العصبة، فإن لم يكن لها والي من الرجال فوليها القاضي حاكم الشرعي. أما الأم ليس لها ولاية أبدا، ليس لها ولاية على نفسها، لا تزوج نفسها، فكيف تزوج غيرها؟ ما لها ولاية المرأة، ما ليس لها ولاية لا على نفسها ولا على غيرها. وهنا تبي تجعل تزوجين بالعصاة، ما يجوز هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليس هذا من العقوق، وإنما هذا من طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، أنت تحصل الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.